المكافحة والمؤازرة لشهيدنا الغالي كمال الحساني باش السيوذ المثواه الأخير. أطالب الجماهير الشعبية أن نضبط أموخ نضبط كلمة سيرة ميكسي الشهيد الطوموبيل قارف زي الله أن كسي النعش إيوذان أو للرفاق أو للإخوة غيكسي النعش أقاس نغانا محددين زي الإخوة المناضلين أن كسي النعش لذا المطلوب زدقنا أنه نقو بانتظام أنه في المسيرة الصفديج قال المثوى الأخير رفيقنا الغالي علينا الشهيد كمال حساني ونقدم للمليون المرة تعازينا لعائلته باش انقرص انه شارك لكم الاحزان الساكنة نايف بوعياش الساكنة الاقليم المغاربة كمرن الفعاليات المناضلين الشرفاء حضان داكي ذناغ باش اساهم من ران ثنين زي الموقع نسن قد شياع جي ثمان الشهيد الغالي علينا الذي اختطفته وتطاولت اليه ايادي الغدر والبطش بذا انه هو مسيرة شعبية صامتة وتحية نظام